هذه المقابله غادي تكون قويه تقنيا. نعم للمجموعة للملاكمين كاميرون ممتازون بالمستوى التقني وغادي نشوف المقابله اللي غتكون تقنيا احسن من ربما المقابله الاولى. نصف النهائي الثاني في وزن 17 بان الجزائري فليسي تمكن بشير يتأهل الى دور النصف بحساب الركن الازرق فليسي محمد كونا ماركوس من الغابون امام كونفليسي من الجزائر في الركن الازرق. وايسومبا تمكن باش يوصل الى دور النصف بعدما فاز على زامبي كاتانغا كريستوفر في دور النصف. اذا ايسومبا من الكاميرون امام فليسي من الجزائر. الملاكم الجزائري كيمتاز بطول القامه مقارنه مع الملاكم الكاميروني. الحكم هو التركي تيمور فيدلي. الملاكم الجزائري ما كيحاولش يتسرع، دائما كيحاول يكون هو السباق التسجيل لكن بتركيز. كيرد بسرعه الملاكم الجزائري كيمتاز بطول الذراعين مقارنه مع الملاكم الكاميروني كذلك. لكن الكاميروني ايضا لاعب سريع بلونشيمون ديالو بالفعل وقوي في الضربات ديالو. كذلك يجيد التغطيه الخطا اللي كيرتكب الملاكم الكاميروني هو اللي كيجي التغطيه كيحضر الراس ديالو ما كيبقاش يشوف عيون ديالو ما كتبقاش مكونسونطري مع الملاكم اكثر ما كيشوف في الارض وهذا هو اللي هذا هو اللي مخلي الملاكم الجزائري دائما يثق في النفس ديالو ويكون هو السباق التسجيل. اذا القامه ديال الفليسي محمد تساعدوا لكن هذا كما قلت هشام نزال قوي لان الكاميروني كاميرون ايسومبا بطل الكاميرون في هذا الوزن وايضا تتلقى دعم في اطار المساعده ديال اللجنه الاولمبيه الدوليه وكذلك الجامعه وكذلك كما نقولوا من رئيس الجامعه الافريقيه كيخلق لهم بعض المعسكرات مع المنتخب الافريقي وكذلك مع المنتخب الفرنسي. لاحظ نعم لحد الان هشام تكافؤ ممتاز ولكن كاميروني لاحظ فاش رجع سريع سريع وكيرجع نعم بسرعه والضربات ديالو ضربات قويه تحس بها بانه البنيه ديالو بنيه قويه بالفعل. اللهم استثنينا بعد وتقد تكون مفاجاه تقدر يخلق الى تقف الى تقف المستوى ديالو الملاكم الكاميروني ودخل في النزال بواحد كما نقولوا بواحد الجديه وبقى كيلاكم مباشره امام الملاكم الجزائري بدون واحد الضغط بدون ربما يخلق متاعب ويقدر كما قلتي يفوز على الملاكم الجزائري لكن التجربه ديال الملاكم الجزائري والسرعه ديالو في الرجوع في المقابله هي والثقه في النفس هي اللي مخليها متحكم في المقابله. ممتاز لاحظ. اذا نهايه هذه الجوله كما قلنا تعادل 4 نقاط لكل ملاكم تكافؤ على الرغم ان الكاميروني ايسومبا كانت عنده بعض الامتيازات في هذه الجوله. بالفعل ولكن الامتياز كان خفيف ولكن كما الملاكم الجزائري كيلعب بالعيون ديالو كيلعب بالعقل اكثر ما كيلعب بالقوه مقارنه مع الملاكم الكاميروني اللي خصو يستافد من هذيك القوه ديالو ويحاول يبقى في الهجوم ما يبقاش يجي مباشره
فرصو يبقى يناور، لان الملاكم الجزائري ماشي من السهل باش توصل ليه الضرب، اكثر ما تحاول تقرب ليه بواحد التقنيه باش تسجل عليه. خصك ترتكب، خصك الملاكم الجزائري باش توصل ليه الضرب، خاص دائما تناور وتخلق ليه بعض المشاكل باش تخلي في موضع الشك. بالفعل يشك في القدره ديالو. بالفعل هنا باش تسجل. الجوله الثانيه يد يسرى جيدة إيسون بار كاميرون، وكيمتاز بالكروشي ديال لاغوش. نعم. جيد، راه سجل في مع البداية، خطا واحد النقطة. لاحظ هنا المشكل عند يعني الملاكم الكاميروني هو باللي كيضرب ما كيشوفش في الخصم، باش كيوصل الضرب كيحاول يتبعو، وكان كيشوف ربما غادي يزيد يأثر هنا. لاحظ الوقت فاش كيشوف الطرف ديالو بلي كيتبعو كيخلق متاعب للملاكم الجزائري. لاحظ العيون ديال الملاكم الجزائري ما كتنامش بتاتا، دائما كيشوف واخد واحد الحيطه والحذر من الملاكم الكاميروني. هنا الحكم كينبه الملاكم الجزائري باش يرفع الراس ديالو. اقل من تغطيه جيده للملاكم كاميرون. هي المقابله الثانيه في وزن 46 كيلوغرام، دور النصف. الفائز في هذا اللقاء هو اللي غادي يواجه المغربي اضرعه. وكنتمنى باش ان شاء الله يكونوا الاطر ديالنا منتبهين لهذه المقابله، لان المنتصر لا ما غاديش يكون من السهل باش يتجاوزوا الملاكم ديرا. اللهم يسد لنا الثقه اللي وضعنا في الاطر ديالنا ان شاء الله، باش يعطيو بعض التعليمات اللي يحاولوا يجري يحاولوا يشوفوا هذه المقابله باش ياخذوا نقاط الضعف ونقاط القوه من هذا الملاكمين، وباش يكون عند الملاكم درعه درايه قبل من هذه المقابله. نعم. على النقاط ديالهم ويدخل في النزال، لان هاد الملاكمين كيمتازوا تقنيا ولا بدنيا جيدين، وكذلك ربما عندهم تجربه اكثر من الملاكم الشاب ديالنا اللي كنتمناوه احنا من كل امالنا وكل قلوبنا باش ان شاء الله يكون هو الفائز ويهدينا واحد ميداليه ذهبيه اللي تزيد شحنه، باش ان شاء الله يثق في النفس ديالو، ولما لا الفوز بميداليه، لان ميداليه اولمبيه ماشي من السهل باش تجيب ميداليه اولمبيه. إذا أقل من 40 ثانية على نهاية الجولة الثانية في التنقيط لحد الآن، تقدم الكاميروني إيسون باتوما أمام فليسي محمد. لحد الآن ظهر بمظهر جيد. لاحظ القوة تاع الملاكم الكاميروني باللي كيكون قريب للملاكم الجزائري. الطريقة باش تتمشى سوغ البوان دي بيي، لي جو جون ديالو مزيانين. إيسون باتوما بالفعل إذا نهاية الجولة الثانية، تقدم نهاية الجولة الثانية فليسي بأربع نقاط مقابل نقطتين في هذه الجولة الثانية، وكمجموع ديال النقاط 8 ديال النقاط مقابل 6. تقدم طفيف، لكن ربما غنشوفوا جولة ثالثة مغايرة. سادي الحكام هشام عطاو أربعة ديال النقاط الفليسي، هناك الإيرلندي البيلاروسي وأيضا الهنغاري. بالفعل لأن الملاكم الجزائري ما كيحاولش يندافع بكثره اكثر ما كيحاول يستعمل الحلول ديالو في تسجيل النقاط، فيما الملاكم الكاميروني كيحاول يندافع بدون تركيز. لاحظ هنا كيستغل الوقت المناسب فين كيسجل النقاط بدون ما يضيع واحد الجهد، فيما المولاي لاحظ هنا ما كياخذ لي كونتر الملاكم الكاميروني بدون ما يحاول يهاجم بطريقه. نعم. الان المدرب الكاميروني اعطى تعليمات صارمه وقاسيه
الملاكم ديالو ويسون باتوما. على الاقل الحضور ديال كاميرون في النهايه غادي يكون حضور جيد، على الرغم ان ايسون با هو الاخر تاهل الى اولمبياد لندن. بحكم هذا المستوى اللي غادي بيه ربما بدون تركيز، اللهم استثنينا الى كان شي كروشي دروا او كروشي غوش اللي فاجئ به الملاكم الجزائري قرب الحبال اللي اثر عليه، اما الى بقات هذا النهج التكتيكي اللي غادي يدير الملاكم الكاميروني من الصعب عليه في المقابله، لانه كلاكم بدون تركيز، فيما الملاكم الجزائري كيحاول يسير الجوله واحد الايقاع اللي تقني، وكيحاول دائما يخلي الملاكم بعيد عليه الملاكم الكاميروني، ويستغل الفرصه ويسجل عليه بعض النقاط باش يوسع الفارق ويفوز باريحيه. لأن دائما محمد فليسي المتقدم إلى حدود الجولة الثالثة بثمانية نقاط مقابل ستة. لاحظ الملاكم الجزائري دائما كيحاول يناور هنا اللي الملاكم الكاميروني بدا كيرتاح، بدا كي مابقاش كيحاول يركز. اذا ما زلنا نتابع مباشره واياكم دور النصف من الدوري الافريقي المؤهل الى اولمبياد لندن. انت نعيش دور نصف النهاية المقابلة الثانية بعدما تابعنا تأهل درعا إلى المباراة النهائية في وزن 46. ربما الطريقة اللي نهج الملاكم الجزائري في هذه الجولة بدا كيرتاح كان الملاكم الكاميروني، ما بقاش لقي حل أو وسيلة باش يوصل الملاكم الجزائري، فيما زاد ثقة الملاكم الجزائري باش يوسع الفارق. ضربة باليد اليسرى جيدة ديال إيسون باتوما. دائما تغطية ممتازة مع الرجوع السريع للملاكم الجزائري. حتى المدير التقني عثمان فضلي خصهم يتبعوا هذا اللقاء، لان يعني الفائز هو اللي غادي يواجه درعا في المقابله النهائيه. ربما تكون دراسه على يقين على ان سي فضلي راه كيعرف المستوى ديال الجزائري بحكم المشاركات ديالو كثيره، وكذلك فضلي فما غاديش ينام على هذه المقابله. الثالثة والأخيرة، وانتظر النتيجة النهائية. أذكر بأن في الجولة الأولى كان هناك تكافؤ في تنقيط 4 ديال النقاط لكل ملاكم، في الجولة الثانية فليسي محمد على الصورة تمكن باش ينهي الجولة الثانية ب4 ديال النقاط مقابل نقطتين، وننتظر النتيجة النهائية. ربما من هو الملاكم الذي سوف يواجه درعا في المقابلة النهائية؟ ربما الفاز هو الجزائري فليسي. فليسي هو إذا الجزائري فليسي محمد 13 نقطة مقابل 8. الفائز هو صاحب الركن الأزرق فليسي محمد إلى الجزائر. إذا فليسي محمد هو اللي غادي يواجه درعا غدا إن شاء الله في مقابلة النهائية في وزن 49 كيلوغرام. اذا غيكون نهائي عربي ان شاء الله، ونتمنى الملاكم ديالنا